بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة والأخوات. باسم مسجد ليدز الكبير ومن كل العاملين في مسجد ليدز الكبير وباسمي كرئيس الرابطة الإسلامية في بريطانيا فرع ليدز ومن كل الأخوة والأخوات في الرابطة الإسلامية في ليدز، نقدم لكم أزكى التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك. تقبل الله منا الصيام والقيام، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ المسلمين جميعا في كل مكان. نسأل الله في هذه الأيام أن يحرر القدس وأن يحفظ المسجد الأقصى المبارك في القدس في فلسطين، ونسأل الله أن ينصر الله وأن يحفظ المستضعفين في كل مكان، وخاصة المستضعفين المسلمين في فلسطين. أيها الأخوة والأخوات، اظهروا السرور وافرحوا بالعيد، ولكن أرجو أن تحفظوا على أنفسكم وعائلاتكم وتتبعوا التعليمات الصحية للوقاية من مرض الكورونا الذي لا زال موجودا. نسأل الله أن يحفظكم جميعا ويحفظ عائلاتكم. اللهم تقبل مني الصيام والقيام وسائر الأعمال. عسى الله أن يجعلنا كمسلمين خيرا بعد رمضان من قبل رمضان، وأن يجعلنا مثلا يحتذى به كجالية إسلامية مسلمة في بريطانيا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وعيد مبارك مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.